أهلا بكم في مرايا. خلونا نصير واضحين شوية. هذه الكلمات اللي حقولها الآن هي للتوثيق، فقط للتوثيق في هذا الوقت الدقيق مع كثرة الهرج والمرج وإثارة الغبار في اليمن حتى تزيغ الأبصار. بكلمة مباشرة، نعم نعم، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حلفاء بكل معنى هذه الكلمة، ولا عزاء للكارهين لهذا الحلف من جماعة الخميني أو جماعة نظام قطر أو جماعة العثملي أو جماعة الأخوان في كل زمان ومكان، ومنهم اليمنية توكل كرمان وربعها. تحالف أبو ظبي الرياض هو الذي بعد الله أنقذ مصر من براثن الإخوان والفوضى، وهو الذي بعد الله أنقذ البحرين من مخالب الخمينية، وهو الذي ساعد أو يساعد السودان حاليا في عبور نهر النار والفتن، وهو الذي يقاوم اليوم محور قطر تركيا الإخوان في ليبيا. فبصراحة تستغرب من بعض الأصوات الفردية من هنا أو هناك ممن يزعم الغيرة الوطنية وهو يحاول أن يهدم أو يخدش أو يثقب جدار هذا التحالف عبر التشكيك صراحة أو تلميحا إما بالسعودية أو بدولة الإمارات من خلال الساحة اليمنية أو استغلالا للساحة اليمنية. رغم صدور البيانات المتتالية والقيادات من القيادات الرسمية السعودية والإماراتية عن أن هذا التحالف بين السعودية والإمارات هو تحالف مستمر وخلق ليبقى، وهو حجر الزاوية في الاستقرار والعمل الإقليمي ليس في اليمن فقط بل في كل الساحات. يعني بصراحة أنا أتساءل بيني وبين نفسي، وأعتقد أنه أي عاقل يتساءل هذا التساؤل، معقولة أنا أترك كلام مسؤول زي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أو وزيري الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الإماراتي وعادل الجبير السعودي، والبيان السعودي الإماراتي اللي طلع اللي المواقف فيها واضحة ومعلنة، أترك هذا الكلام كله وأمشي وراء هواجس وظنون وتخرصات وتغريدات في تويتر من شخص عنده ممكن مشكلة معينة مع الإمارات أو مع السعودية لأسباب لا علاقة لها باليمن؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يعني حتى جماعة الجزيرة ومغردي الأخوان هاليومين في أكثر من مكان، ما أبغى أسميهم، منهم مغرد كويتي معروف من مشاهير مغردي الأخوان، وتركيا فجأة صارت قلوبهم حريصة على استقرار اليمن وتحقيق السيادة الكاملة. ف يعني ماني عارف كيف نقدر نصدقهم، يعني ما شفنا هالغيرة والحماس في الست سنوات اللي راحت على استقرار اليمن ووحدة أراضيه. البوصلة الصحيحة هي التي قالها البيان السعودي الإماراتي المشترك، وهو أو وهي الدعوة لحوار يمني يمني حقيقي ونيته صافية في مدينة جدة أو الرياض أو غيرها من المدن التي ترتئيها قيادة التحالف السعودية، لأنه مهما أخطأ جنوبيو اليمن وهم أخطأوا فهم ضمن مكونات التحالف العربي لإنقاذ اليمن. أكرر، الجنوبيون ضمن مكونات التحالف العربي لإنقاذ اليمن، هم مش الحوثي العدو الأساس أو القاعدة وداعش الأعداء الدائمين. نعم نحن مع الشرعية اليمنية، تكلم عن أصوات اللي مثل هذه الأصوات قولا واحدا مع الشرعية اليمنية وأصلا مع اليمن كله، كل اليمن ضد مشاريع إيران والإخوان. ومثل ما قلت في البداية هذه كلمات فقط للتوثيق في ظل هذا الضباب والغبش والتهور اللي موجود في السوشيال ميديا. بيان سعودي إماراتي مشترك جاء ليؤكد من جديد على القيم المشتركة التي بني عليها تحالف دعم الشرعية، والوقوف جنبا إلى جنب في دعم الرئيس الشرعي عبد رب منصور هادي. حملة الاتهامات والتشويه التي طالت أبو ظبي جاء البيان ليدحضها، ويؤكد حرص الحكومتين وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني، والتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى. وفي معرض التطورات الأخيرة التي حصلت في عدن وشبوة وأبين، عبرت حكومتا الرياض وأبوظبي عن قلقهما البالغ إزاء التطورات السياسية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن وما تلا ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي أبين وشبوة. وتؤكد حكومتا البلدين على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما تطالب بسرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت إليه السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.
ما في أوضح من هالكلام، فض الاشتباك والدعوة لحوار جدة، ما في كلام ثاني. وكما قلنا نحن نعرف مواقف الدول من المسؤولين والقادة في هذه الدول، وليس من أي طرف آخر مغرد أو غير مغرد. هذا كلام اللي بنشوفه الآن دليل على هذا الشيء، وهو كلام واضح لا غبار فيه للأمير الواعي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. هنا كلام الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. طيب للتذكير فقط نرجع إلى مشهد البداية الحالية لأزمة الجنوب اليمني، أزمة الاشتباك الاحتراب سميها ما شئت، الجنوبي اللي الشمالي أو الشرعية والمجلس الانتقالي، المشهد الحالي يعني، وهي ليست فقط وليدة اليوم. عمليتان إرهابيتان متزامنتان استهدفتا معسكرا للحزام الأمني ومركزا للشرطة في عدن أسفرت عن مقتل 52 من الضباط والجنود. هاتان العمليتان أشعلت الأحداث جنوب اليمن وأدت إلى انفلات المجلس الانتقالي ليسيطر على عدد من المقار الحكومية والمعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن. ورغم محاولات التهدئة والدعوة للحوار انتقلت الأحداث إلى محافظة أبين المجاورة ومنها إلى شبوة ليتدخل التحالف بعد ذلك لإيقافها. في خضم تلك التداعيات تعالت أصوات يمنية وغير يمنية للتشكيك في دولة الإمارات وجهودها في دعم التحالف واتهامها بشق الصف واستغلال الظروف، ليأتي بيان الفجر المشترك عن البلدين واضعا حدا لتلك الأصوات النشاز والتي غذتها أطراف خارجية بهدف زرع الشك بين الحليفين ومحاولة ضرب العلاقة الأخوية والاستراتيجية بينهما، والتي تهدف لحماية أمن المنطقة وتقويض التوسع الإيراني فيها والتمدد الإخواني المدعوم قطريا وتركيا. مرة ثانية عشان نصير واضحين، الحفاظ على الشرعية اليمنية هو مطلب أساس، هو شعار دور التحالف وهو مبرر التدخل للتحالف بقيادة السعودية والإمارات. هذه الفكرة لا نقاش فيها ولا جدال عشان ما حد يزايد بس، ويجب على الجنوبي وغير الجنوبي أنه يتيقن من صلابة هذا الموقف. لكن استعداء أهل الجنوب وتخوينهم من قبل بعض الأصوات يمنية وغير يمنية ليس مقبولا، لأنه هم مثل ما قلنا جزء من التحالف، هم مش أعداء للتحالف. كما أن الدفاع المطلق عن كل تصرف يصدر سواء من الشرعية اليمنية أو من المجلس الجنوبي، بس خلينا نحكي عن الشرعية اليمنية، مش معصومين، نعم احنا معاهم بس مش دافع عن كل تفصيلة معينة أو تصرف معين. هذه حقائق بديهية يعني، ما في أحد معصوم إلا الأنبياء والأنبياء في رحمة الله. أيضا ليس مقبولا هذا الأمر لأنه كلا طرفي قصد الأمور
ذميم. وأما التحالف بين السعودية والإمارات وهذه الحقيقة اللي نؤكد عليها مرة ثانية وثالثة فهو باق ولن يفرح بالإضرار به إلا الأعداء. قال ربيعة الدارمي الملقب مسكين الدارمي هذه النصيحة التاريخية الباقية: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناحي. إلى اللقاء.